أصدقائي الرياضيين عشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا النقل الحصري عبر قنواتنا الرياضية لقمة كروية أخرى من دوري أبطال العرب في نسخته الثانية، وستجمع بعد قليل فريق الوداد البيضاوي المغربي وأهلي جدة السعودي في مدينة الدار البيضاء، مباراة مندرجة ضمن فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة التي تضم كذلك كل من نصر حسين داي الجزائري والنادي الرياضي البنزرتي التونسي. الوضعية الحالية لهذه المجموعة الرابعة نذكر بها، يتصدر فيها الترتيب ممثل كرة القدم الجزائرية نصر حسين داي بأربع نقاط من مبارتين بعد فوزه يوم الاثنين الماضي في ملعبه على النادي البنزرتي بثلاثة أهداف نظيفة، حمل التوقيع وإمضاء كل من مغراوي محمد، عليش سمير وبندبك علي بعد أن تقاسم النقاط في الجولة الافتتاحية مع الوداد البيضاوي 1-1. الأهلي السعودي عاد كذلك في الجولة الأولى بتعادل من تونس أمام البنزرتي. شعار المباراة سيكون بكل تأكيد هذه الليلة الانتصار ولا شيء غير الانتصار للالتحاق بصدارة الترتيب رفقة نصر حسين داي. كل الأماني أننا نعيش أحلى الأوقات وأرقى الأداء من فريقين في قيمة أهلي جدة والوداد البيضاوي. سنستعرض حاليا تشكيلتي الفريقين، والبداية بالضيف، ضيف مدينة الدار البيضاء الأهلي السعودي، حراسة المرمى لمنصور النجعي، أربعة هشام الصبياني، ثمانية تيسير الجاسم، تسعة وليد الجيزاني، 14 محمد مسعد، 16 فهد الزهراني، 24 حسين عبد الغني، 25 روجيرو بيريرا دو سانتوس، 28 محمد الخليوي، 33 جاسم العبد الله، و17 حسن اليمامي المدرب البرازيلي اوجينيو دو سانتوس. بالنسبه لصاحب الارض والجمهور فريق الوداد البيضاوي، حراسه المرمى للدولي نذير المياغري، 4 مراد فلاح، 7 لحسن ابرامي، 15 لويسي هشام، 30 محمد بن شريفه، 21 محمد مديحي، 14 عبد الحق ايت العريف، 29 يوسف ماريانا، 18 محمد بن حليب، 32 المهدي العرافي، و8 شمس الدين الجنابي، والمدرب هو الفرنسي جاك بونوفي. الاحتياطيون من جانب الاهلي عماد الهساوي 3، حسين التركي 7، صالح المحمدي 10، ماجد الصبحي 12، سعود الخيبري 23، مالك الهساوي 37، وتيسير ال نتيف 1 وهو الحارس الاحتياطي. بالنسبة للوداد البيضاوي 6 مصطفى طلحة، 10 عبد الرحيم السعيدي، 13 خالد أومنصور، 20 عمر بحفيد، 22 اسماعيل ملاح، 27 الايفواري جون جاك جوسو، و 31 ابراهيم كابوري البوركيني. طاقم التحكيم امامكم على الصورة مشاهدينا الكرام، حكم الساحة عصام عبد الفتاح، الحكم المساعد الاول ابراهيم وليد، الحكم المساعد الثاني صبحي عبد القادر، الحكم الرابع احمد عوده، مراقب الحكام عبد القادر العويسي من الجزائر، ويراقب هذه المباراه المنصف الفضيلي من تونس. هذا معطى اول لما قبل اللقاء في انتظار ضربه البدايه. جماهير غفيره تحضر هذه القمه الكرويه كما عشنا قمه النادي الصفاقسي والزمالك في جوله البارحه، وانتصار الصفاقسي بهدف لصفر، بهدفين لصفر. كذلك عشنا مباراه اخرى بين الاهلي القطري والاتحاد السعودي، والان نعيش مباراه الوداد البيضاوي والاهلي السعودي. الصور التذكاريه تسبق طبعا اللقاء، نذكر انه في الدور الاول الوداد فاز على الرفاع البحريني في المنامه 1-0 بهدف بن حليب محمد، وفي مباراه العوده فاز الفريق المغربي 2-1 هدف كل من سمير سرسار وعبد الرحيم السعيدي. الاهلي بدوره في الدور الاول تعادل 1-1 ذهابا مع الاقصى الفلسطيني وفاز عليه ايابا 3-1، المباراتين دارتا في جده. هذا وصول طبعا الفريقين الى الدور الثاني من دوري ابطال العرب في نسخته الثانيه. نذكروا انه حمل اللقب هو النادي الرياضي الصفاقسي من تونس. اهلي جده اللي ذكروا بهذه المناسبه مشاهدينا الكرام من اكبر الانديه السعوديه الى جانب الاتحاد والنصر والهلال والشباب، وفي رصيده الى حد الان بطولتين في المملكه العربيه السعوديه 78 84، لكن على مستوى المواجهات المباشره الاهلي صعب الميراث وخاصه
في لما يكون في محاولة أبرز الأندية العربية. أهلي جدة إلى حد الآن 14 كأس في المملكة العربية السعودية منذ 1957. أكيد ما كانوا في الدور النهائي ضد الاتحاد خول للأهلي الحضور في هذه التظاهرة العربية. من أبرز الأندية في هذا الموسم في الدوري السعودي أهلي جدة إلى حد الآن في المرحلة الثانية، المرتبة الثانية ب 25 نقطة من 13 مباراة، 8 انتصارات، تعادل وحيد وأربعة هزائم. هجوم الأهلي ضرب بقوة 28 هدف، والدفاع قبل 15 إلى حد الآن. آخر مباراة كانت مع الرياض وتعادل فيها 2-2، هدفا كل من محمد مصعد ووليد الجيزاني. بعد لحظات ستبدأ هذه القمة في أجواء رائقة بمدينة الدار البيضاء، والحكم الدولي المصري بكل تأكيد عصام عبد الفتاح يعطي ضربة الانطلاق. حسين عبد الغني المتميز من أبرز المدافعين في العالم العربي وبصفة عامة على الجهة اليسرى للدفاع، حسين عبد الغني إمكانيات فنية وبدنية كبيرة ورهيبة. الكرة تنطلق للوداد البيضاوي اللي يلعب على يمين الصورة بأزيائه التقليدية. نعرف أن الوداد دائما يتقمص الألوان البيضاء والحمراء شعار النادي، بينما الأهلي السعودي كالعادة الأخضر هو شعار الأهلي منذ انبعاثه إلى الآن. أكيد ستكون هناك ربما عملية جس النبض من جانب الفريقين، بما أنه التعادل حسم المباراة الأولى للنادي الأهلي في تونس مع النادي الأهلي البنزرتي، وكذلك الوداد البيضاوي العائد بتعادل ثمين من ناصر حسين داي 1-1. مباراة أكيد كل فريق يطمح للفوز بها حتى لا يترك المجال فاسح وعريض، فسيح وعريض لنصر حسين داي اللي ضرب بقوة وفاز على نادي البنزرتي ب3-0. الكرة تمر بسرعة من فهد الزهراني لحسين عبد الغني، محاولة التدرج بالكرة من جانب روجيرو بيريرا دو سانتوس البرازيلي، لكن التغطية الدفاعية كانت من لويسي هشام اللي يشغل الجهة اليمنى لدفاع الوداد البيضاوي. بكل تأكيد محمد بن شريفة من أقدم اللاعبين في الوداد البيضاوي إلى جانب الحسين برامي قائد الفريق في هذه المباراة. والهجوم للوداد تغيير كلي لوجهة اللعب من جانب عبد الحق تعريف، والتغطية الدفاعية في الوقت المناسب كانت من محمد الخليوي. محمد الخليوي قلب الدفاع المتميز لدفاع الأهلي. أكيد مهمة دفاع الأهلي في هذه المباراة لا تكون سهلة بالمرة، لابد من اليقظة حتى لا يفاجأ بهدف مبكر من جانب الوداد. كرة عرضية طويلة كانت من مراد فلاح، يسترجعها النادي الأهلي ويعكس الهجوم. قد يستغل المساحات الشاغرة اللي يتركها الوداد في بعض الحالات. كرة ترجع من متوسط الميدان تيسير الجاسم لحسين عبد الغني، وهذا الهجوم المنظم على الجهة اليسرى. القوة الضاربة للنادي الأهلي هي الجهة اليسرى والمدافع القادم من الخلف حسين عبد الغني، وهذه الصورة تأكد ذلك. مدافع طائر يحذق اللاعب الهجومي وكذلك التغطية الدفاعية في مناطقه. نذير لم يغري الحارس الدولي المغربي من مواليد 1976 يلعب للوداد منذ 2001، كان احتياطي للحارس طارق الجرموني قبل ما ينتقل هذا الحارس إلى دينامو كييف، ويصبح نذير هو الحارس الأساسي لفريق الوداد، وكان حاضر مع المغرب في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2004. صعود من مراد فلاح طويل الكرة وممتازة العملية مع عبد الحق العريف، وتغيير كل اللعب وحذر الدفاع وإمكانية فتحة موجودة والتباطأ، لكن التمويه غير مجدي بالمرة من جانب محمد بن حليب. محمد بن حليب اللي كان مسجل هدف الوداد البيضاوي. مباراة بدأت بنسق محترم إلى حد الآن بين الأهلي والوداد. ضربة ركنية لصالح الوداد، هذا التدخل الأخير والتسرب اللي كان من محمد بن حليب. إذن ضربة ركنية للوداد، متابعة مراقبة صارمة داخل منطقة الجزاء وعرضية طويلة منصور النجعي، لكن الحكم عصام عبد الفتاح يعطي مخالفة للحارس السعودي. المدرب البرازيلي أوجينيو دو سانتوس كان حاضر وتجسس طبعا بنقطة الرياضة على هذا المدرب الفرنسي، طبعا جاكي بونوفي كذلك مدرب الوداد البيضاوي، يعني إطار فني أجنبي فرنسي من جهة الوداد وبرازيلي من جهة الأهلي. قلنا المدرب أوجينيو دو سانتوس كان تجسس على فريق الوداد البيضاوي
وهذا مشروع طبعا في ظل المتابعة الفورية والمستمرة والحينية لكل جزئيات الفرق المنافسة. كان حاضر في المباراة الأخيرة للوداد ضد اتحاد تويرقة حتى يدون بعض الملاحظات ومبين طبعا نقاط الضعف لفريق الوداد لتأمين أكثر للمباراة هذه وللدور في هذه الليلة. بكل تأكيد النظريات شيء مطلوب، لكن الحقيقة الوحيدة تبقى حقيقة الميدان، اصطدام غير متعمد بكل تأكيد بين الحارس السعودي طبعا منصور النجعي اللي خرج في وقت مناسب جدا وانقض على هذه الكرة. نتمنى الشفاء العاجل، وهذا الالتحام كان واضح، تدخل ثابت من منصور النجعي بتغطية دفاعية كذلك. توصيات الحارس طبعا نذير لم يغري لقلب الدفاع محمد مديحي. الأهلي بكل تأكيد يملك كل الأسلحة شأنه في ذلك شأن الوداد للخروج بنقاط الفوز في هذه القمة الكروية بالنسبة لهذه المجموعة اللي تضم كذلك كل من نصر حسين داي الجزائري والنادي الرياضي البنزرتي التونسي. في انتظار إذن أن يستأنف اللاعب، نذكر بالوضعية الحالية للمجموعة الرابعة. يتصدر حسين داي كما قلنا بأربع نقاط من مباراتين، ثم الوداد البيضاوي نقطة وحيدة، الأهلي نقطة، والنادي الرياضي البنزرتي نقطة من مباراتين، وهو آخر فرق الترتيب بالنسبة لهذه المجموعة الرابعة. المباراة القادمة يوم 22 يناير سيستقبل الأهلي السعودي في جدة نادي نصر حسين داي، بينما يوم 21 قبلها بيوم يستقبل الوداد البيضاوي على نفس هذا الملعب النادي الرياضي البنزرتي التونسي. نعود إلى الوصف والكرة الطويلة من منصور النجعي مباشرة لمراد فلاح ظهير الأيمن للوداد البيضاوي. حسابات تكتيكية كبيرة من جانب المدربين، كل جزئية ستلعب عليها هذه المباراة. لا مجال للعودة بدون نقاط بالنسبة للأهلي وكذلك لخسارة الوداد على أرضه، خاصة وأنه في رصيده لحد الآن نقطة واحدة. كرة ترجع بسرعة من فهد الزهراني، إمكانيات بدنية كذلك معروف بها فهد الزهراني على مستوى تمشيط الكرة في وسط الميدان لمنطقة أهلي جدة. نذير المياغري يلعب بسرعة وينطلق على الجهة اليسرى مع لويسي هشام. لويسي هشام كرة طويلة في وسط الميدان مرتدة من جانب الفريقين بدون حاليا صنع ألعاب واضح ينسق الكرة من جانب الوداد وكذلك من جانب الأهلي. والتماس يكسب شمس الدين الجنابي من أبرز اللاعبين الفنيين في الكرة المغربية، هذا المتميز شمس الدين الجنابي. عبد الحق آية العريف كذلك وسط ميدان الوداد البيضاوي، فني يملك كثير من الفنيات، يقابلها بكل تأكيد تحرك مستور وحيوية وفنيات سعودية انطلاقا من هذه الكرة لجاسم العبد الله في وسط الميدان. مفتاح النجاح بالنسبة للفريقين أكيد وسط الميدان، المسلطن على هذه المنطقة بكل تأكيد سيخرج بنطاق الفوز. وضربة ركنية للوداد البيضاوي مطلع الدقيقة السابعة في هذا الزمن الأول من هذه المباراة. كما قلنا حضور جماهيري ممتاز في الدار البيضاء في ملعب محمد الخامس، والتوزيع من مراد فلاح طويلة فضائية وفي القائم الثاني وحذاري، والتصويب على القائم الأيمن للحارس منصور النجعي، تصويبة قوية جدا من يوسف ماريانا تصطدم بالقائم الأيمن للحارس منصور النجعي. أبرز فرصة بكل تأكيد للوداد البيضاوي. أين المدافع الأيمن بكل تأكيد لدفاع الأهلي، خذا كل وقته قبل رجوع محمد مسعد على الجهة اليمنى، لكن وصوله كان متأخر ويوسف ماريانا يصوب بقوة والحظ يلعب دوره حاليا مع الأهلي السعودي. يوسف ماريانا طبعا 29 سنة دولي مغربي ظهير أيسر من الطراز الرفيع، كان ضمن منتخب أوري ميشيل سنة 1998، أربع سنوات قضاها في الدوري الهولندي مع ويليام 2 تيبورغ، عاد بعد ذلك للوداد بعد رحيل بدر القدوري للدينامو كييف. تشتعل المباراة بكل تأكيد مشاهدينا الكرام، وانطلاقة جديدة ودفاع الخط يفشل من جانب الوداد، وكاد فريق الأهلي أن يستغل هذا سوء التنظيم لدفاع الوداد
أكيد سنشاهد الأهداف في هذه المباراة الواعدة. محمد الخليوي ينقض على الكرة في مرة أولى ويعكس الهجوم الوداد بعملية ثنائية سريعة جدا ودخول، ومحمد مديحي يكسب ضربة مخالفة. سرعة في الإنجاز في الهجمات المرتدة من جانب محمد مديحي، ومحمد الخليوي بالطبع لابد عليه أن يضع حد لتسرب المتميز كذلك محمد مديحي. الشباك تنظر بالاهتزاز من جانب الحارسين نذير المياغري ومنصور النجعي. كرة خطيرة، كرة ثابتة، والكرات الثابتة سلاح العصر في الكرة المحترفة العالمية حاليا. حسين عبد الغني ومركز الدفاع، والتوزيع باش يكون في صفة آلية من المهدي العرافي أو من محمد بن شريفة. محمد بن شريفة وخطيرة، العارضة تقول لا، كرة مباشرة طويلة لكن تصطدم بالعارضة للحارس منصور النجعي. للمرة الثانية في ظرف أقل من دقيقة القائم والعارضة يحرمان الوداد البيضاوي من أخذ الأسبقية. نوع من التعجب من جانب الحارس منصور النجعي، كان بكل تأكيد الجدار الدفاعي للأهلي يحجب الرؤية على الحارس منصور النجعي مما صعب عليه مواصلة مراقبة الكرة، لكن بكل تأكيد الوداد خطير جدا حاليا على مستوى الواقعية الهجومية. أجواء جماهيرية كبرى في ملعب مراكب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. الوداد البيضاوي سحب الرقم القياسي في التتويجات على مستوى الكرة المغربية، بكل تأكيد لا يضاهيه أي فريق، لا الرجاء البيضاوي نقولها بصراحة ولا الجيش الملكي. الوداد يملك أكبر رصيد من التتويجات في الكرة المغربية ب 15 لقب بطولة مغربية إلى حد الآن. التماس لصالح محمد فلاح، يلعب بسرعة، محاولة التغطية الدفاعية من جانب فهد السهراني. ضغط عالي على حامل الكرة، تمركز دفاعي سليم من جانب الأهلي. يرجع الوداد إلى الوراء، محاولة التدرج بالكرة من الأحسن أبرامي، والكرة ترجع للدفاع لقلب الدفاع بكل تأكيد. كان أمامنا على الصورة لويسي هشام المدرب، طبعا ذكروا به الفرنسي جاكي بونافي المولود في 1 جوان 1961، 43 سنة لهذا المدرب الفرنسي. الوداد اللي عرف عديد المدربين الكبار على غرار السويسري ميشيل دوكاستيل وكذلك الأرجنتيني أوسكار فيلوني إلى جانب هذا المدرب الفرنسي. كرة تمشي للظهير الأيسر يوسف ماريانا. كما قلنا يوسف ماريانا يعوض بدر القدوري الرحل إلى دينامو كييف. المدرب البرازيلي كان أمامنا على صورة طبعا أوجينيو دوس سانتوس، مطالب بالنجاح على مستوى دوري أبطال العرب مثل النجاح الحالي اللي يعرفه ويعيشه على مستوى الدوري السعودي. الأهلي وراء الهلال، منافسة شديدة على مستوى الدوري السعودي بعد 13 مباراة. نذكروا وأنه إلى حد هذه الجولة بكل تأكيد الأهلي 8 انتصارات تعادل وأربعة هزائم، 25 نقطة في الرصيد، يلعب على جميع الواجهات الأهلي في هذا الموسم. الكرة ستمر مباشرة من الحارس منصور النجعي. شوفوا البرازيلي كذلك روجيرو بيريرا دوس سانتوس يطلب المساندة، والكرة تصل مباشرة لكن بضغط كبير من الأحسن الأبرامي مدافع الخبرة. حسين عبد الغني يتابع كورته أمام محمد بن شريفة، ترجع من جديد لعبد الحق آية العريف ومحمد الخليوي، لكن قبله في الانقضاض الأخير كان حسن اليمامي. يعكس الأهلي الهجوم بسرعة والكرة لا تصل إلى روجيرو بيريرا دوس سانتوس، أفضل هداف الفريق روجيرو دوس سانتوس البرازيلي. حواره مع يوسف ماريانا، الحكم يطلب اللعب بعد التدخل الأخير من جانب شمس الدين الجباني الجنابي. وسط الميدان جاسم العبد الله، كرة طويلة في يسترجعها دفاع الوداد لكن يحافظ عليها بسرعة. تيسير الجاسم يغير على اليمين والتسويب من روجيرو بيريرا دوس سانتوس.
بدون خطورة على دفاع الوداد. ترجع الكرة في وسط الميدان، انطلاق العمليات يقودها شمس الدين الجنابي، يغير لمحمد فلاح اللي يرجع من جديد لمحمد بن شريفة قائد الفريق وقيدوم من أبرز اللاعبين في فريق الوداد. صعود لمحمد فلاح جانب من الحضور على المنصة الشرفية لملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. يحاول الخروج بالكرة محمد مديحي لكن بدون خطورة على الدفاع والحارس منصور النجعي. المباراة الأخيرة تعادل فيها طبعا الرياض والأهلي ضمن مباريات الأسبوع 12 في الدوري السعودي الممتاز في مباراتهم التي أقيمت في الرياض بهدفين لكل منهما. نذكروا حتى بشارات الأهداف بالنسبة للأهلي، كان سجل عماد الحسني للرياض في الدقيقة 60 ثم أدرك محمد مصعد التعادل قبل أن يضيف وليد الجيزاني هدف التقدم للأهلي، لكن ما عرفش يحافظ عليه في الدقيقة 90 تمكن الرياض من تعديل النتيجة عن طريق سعيد القحطاني. كرة ترجع من جديد للوداد ولكن حسين عبد الغني في اليقظة والمهارة الدفاعية ويقود بالنسبة لهجوم تيسير الجاسم في وسط الميدان للأهلي، والحكم عصام عبد الفتاح يعطي مخالفة هذه المرة ضد لحسن برامي. لحسن برامي على الصورة من أكثر اللاعبين خبرة بالنسبة للدوري المغربي، 35 سنة هرم كروي في الوداد، لعب مع جيل العمالقة للفريق كما داودي وفخر الدين والسنغالي موسانداو في سنوات التسعين، وأحرز كل التتويجات مع الوداد البيضاوي محليا قاريا وعربيا كذلك. كرة طويلة في عمق دفاع الوداد ونذير المياغري بتوقيت زمني ناجح ينقض على هذه الكرة. محمد الخليوي المهمة الأولى بكل تأكيد إبعاد الخطر عن مناطق الأهلي، تدرج ممتاز ما فماش تسلل وإمكانية الهدف وكرة والدفاع. روجيرو بيريرا دوس سانتوس كان وجه لوجه بالطبع من زاوية شبه مغلقة مع الحارس نذير المياغري، ما كسب منها إلا ضربة ركنية. رجوع دفاعي في الوقت المناسب من لحسن برامي، كرة رائعة جدا في عمق دفاع الوداد البيضاوي، رفع كرة كان ناجح تجاوز للحارس نذير المياغري، لكن الرجوع القوي للدفاع المغربي يوسف ماريانا ينقذ الموقف ويعطي ضربة ركنية للأهلي. مباراة بكل تأكيد مشاهدينا الكرام مفتوحة جدا، وحسين عبد الغني وسع وفي القائم الثاني روجيرو البرازيلي كان مهد على مستوى القائم الأول، مراوغة رائعة وإمكانية التوزيع من جاسم العبد الله وضربة ركنية للأهلي، والسيطرة الميدانية حاليا من جانب الفريق السعودي في هذه الدقائق الأخيرة في ظرف تقريبا دقيقة، فرصتين سانحتين للتسجيل من جانب الأهلي أمام المستضيف طبعا الوداد البيضاوي. شمس الدين الجنابي يؤمن القائم الأول لدفاع الوداد، حسين عبد الغني على مستوى نقطة الجزاء والصعود الرأسي والتصويب، لكن سهلة كانت للحارس نذير المياغري التصويب الرأسية لوليد الجيزاني. كرة للدفاع المغربي، مراوغة أولى كانت من شمس الدين الجنابي، يمر عبر عبد الحق تعريف يلعب على الجهة اليسرى مع يوسف ماريانا، تدرج سليم بالكرة من جانب الوداد، محاولة البحث عن المهاجم طبعا مهدي العرافي ويمشي أية تعريف ويمهد والمراوغة الأولى، لكن صعبت المهمة بعد ذلك، عدم رضا كلي للمدرب أوجينيو دو سانتوس على تمركز دفاع الأهلي. شوف سهولة الاختراق بالنسبة لعبد الحق أية تعريف، والتمهيد كان في وقت مناسب لمحمد مديحي اللي أطنب في المراوغة واصطدم طبعا بصفة عفوية مع الحارس منصور النجعي. كرة في وسط الميدان، جاسم عبد الله يغير تماما لحسين عبد الغني لكن بعيد نسبيا على المدافع المتميز حسين عبد الغني. محمد فلاح ينطلق في هجمة جديدة للوداد، ينتظر المساندة ويتواصل من جديد مع عبد الحق آية العريف. لحسن برامي يرجع عليه الدفاع عن طريق نفس المدافع، كما قلنا إمكانيات دفاعية كبيرة وهجومية لحسين عبد الغني، وهذا هجوم معاكس للفريق البيضاوي.
التدرج من المهدي العنافي، لكن يصطدم بصلابة دفاعية لنادي الأهلي. ليست هناك عمليات سريعة في الهجمة المرتدة من جانب الفريق السعودي، والتسلل كان واضح بعد ثنائية مع البرازيلي روجيرو بيريرا دو سانتوس. والجيزاني تبع وليد الجيزاني إمكانيات على مستوى اللعب في الارتقاء الفضائي كبيرة جدا. آية العريف أبرز لاعب في وسط الميدان للوداد البيضاوي. الربط بين الدفاع والهجوم يتحرك شمالا ويمينا في كل أرجاء الملعب. موجود عبد الحق آية العريف، كرة من جديد شمس الدين الجنابي على الجهة اليمنى لمحمد فلاح، تدخل ناجح من محمد الخليوي وانقضاض على الكرة من جانب فهد الزهراني. تبقى لوسط الميدان لحسن برامي، يرجع للوراء. تصفيق من جماهير الوداد على مردود الفريق إلى حد الآن بعد مرور 19 دقيقة لعب. التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين. يخسر هذه الكرة تيسير الجاسم ويسترجعها لحسن برامي. مراوغة ممتازة والتصويب، تصويب على الطائر كان بدون تردد بدون حسابات من محمد مديحي. حضور جماهيري كبير اندل على شيء فانه يدل على الشعبية الكبيرة للوداد البيضاوي، ولكن كذلك للقيمة الثابتة للأهلي السعودي. هذه الإعادة للتصويبة الأخيرة من محمد مديحي، يسارية لكن بعيدة على الحارس منصور النجعي. الأهلي نذكر مشاهدينا الكرام وأنه متأسس منذ سنة 1938 وسمي بالأهلي تيمنا بالنادي الأهلي بمصر عسيت أنذاك، ومطابقا لأحاسيسهم بمعاني روابط الأهل. وتولى رئاسة النادي بعد تأسيسه مؤسسي حسن محمود شمس. هذا التاريخ بالنسبة للنادي الأهلي. ضربة مخالفة، أكيد عديد الألقاب بالنسبة للنادي الأهلي. كأس جلالة الملك للمواسم التالية 1382 هجري، 1385، 89، 90، 91، 92، 97، 98، 99 و 1403 هجري. كأس ولي العهد كذلك أربع مرات، كأس الأمير فيصل مرتين، دورة الصداقة الدولية مرتين، درع الدوري ثلاث مرات آخرها 1404 هجري، كأس المصيف طبعا كذلك، والبطولة الخليجية للأندية أبطال الدوري 1405 هجري، البطولة الثالثة بالكويت و 1422. وتابعوا هذه المخالفة والتي قد تأتي بالخطر، وحسين عبد الغني يصوب بعيدة على الحارس نذير المياغري. مباراة متكافئة جدا بين ثنائي من أبرز أقطاب الكرة العربية، الوداد البيضاوي والأهلي السعودي. الإعادة للتصويبة الأخيرة في مخالفة لحسين عبد الغني. الوقت يمر بكل تأكيد. الوداد البيضاوي تعادل اليوم بعد تعادل كذلك في الجولة الافتتاحية أمام نصر حسين داي، سيصعب الأمور عليه لا سيما وأنه سيتحول إلى جدة لملاقاة الأهلي في مباراة عودة بكل تأكيد ستكون حاسمة جدا لمشوار الثنائي الذي سيتأهل إلى الأدوار القادمة في النسخة الثانية من دوري أبطال العرب. كرة لمراد فلاح على الجهة اليمنى، هذا كذلك مدافع يأتي من الخلف للمساندة الهجومية، لكن يصعب المرور من الجهة اليسرى لدفاع الأهلي اللي كما قلنا بتغطية من محمد الخليوي وبثبات من المدافع حسين عبد الغني تصعب الأمور. إمكانيات فنية لتسجيل الجاسم أمام عبد الحق أي تعريف، يمر كذلك الزهراني لكن الكرة ترجع من الدفاع للحارس المياغري. خروج سليم بالكرة محمد فلاح، 29 سنة دولي مغربي كان يلعب في مغرب فاس. طابع هجومي كبير لهذا المدافع لحسن برامي، يتقدم لبرامي 35 سنة لكن لم طبعا تثني السنين الطوال على المردود الكبير. وهذا عبد الحق آية تعريف ويصوب، لكن الدفاع يقلص من خطورة هذه الكرة اللي تمشي رويدا رويدا للحارس منصور النجعي. إمكانيات محترمة جدا للحارس منصور النجعي، قيمة فنية كبيرة وإمكانيات بدنية رهيبة. صمام الأمان في دفاع الأهلي إلى جانب القائد لا ننسى
محمد الخليوي، وترجع الكرة وترتد، والحكم يطلب اللعب. جماهير الوداد من أصعب الجماهير في المغرب، تطالب دائما الفريق بالنتائج الإيجابية. وهذا الهجوم الخطير، تيسير الجاسم سيتواصل، ربما لا يخير التصويب. كرة كانت عندها فاعلية صعبة جدا في الدوران، كادت أن تأتي على شباك الحارس نادير لم يغري. تصويب ممتاز جدا من تيسير الجاسم، ضربة ركنية للأهلي السعودي بعد مرور 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. نذكر مشاهدينا الكرام مباراة مندرجة ضمن فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. طويلة من حسين عبد الغني، تدخل دفاعي ناجح من الحسن برامي، وترجع من جديد سهراني يراوغ ويصوب بكل سهولة. الحارس نذير لم يغري في المكان المناسب. ترجع لحسين عبد الغني، بدأ الأهلي يسيطر على منطقة وسط الميدان، وانقضاض انزلاقي كان من مراد فلاح. الوقت يمر والأحداث تمر بأسرع وقت ممكن، نظرا لأن المباراة تعرف تابع ونسق وإيقاع محترم جدا. مر على زمن المباراة الأول 25 دقيقة إلى حد الآن، والكلمة الأخيرة للدفاعات على حساب الهجوم. انطلاق العملية من محمد مديحي، كرة عرضية والمتابعة من محمد بن حليب. محمد بن حليب يصطدم في مرة أولى بالمدافع، والتدخل ناجح هشام الصبياني كان في تغطية أولى، حسين عبد الغني في تغطية ثانية، والكرة فضائية وإبعاد الخطر كحل وقتي من جانب الأهلي. انطلاق من روجيرو بيريرا دو سانتوس، ويرجع الدفاع وينقذ محمد فلاح على هذه الكرة. لياقة بدنية محترمة جدا من جانب الفريقين، اندفاع مشروع في نطاق الروح الرياضية بين الأخوين والشقيقين طبعا الوداد والأهلي. لويسي هشام يأخذ هذه الكرة ويتركها لعبد الحق آية العريف. صلابة دفاعية مهولة جدا ما شاء الله على قلب الدفاع طبعا محمد الخليوي. مورفولوجيا بدنية رهيبة تصعب الأمور على كل مهاجم لما يكون بجانبه. كرة عرضية طويلة للبرازيلي، يتركها للزهراني ويوسف ماريانا، يلعب كرة عرضية كان على صورة وليد الجيزاني القناص الذي يريد طبعا استغلال اي مساحة شاغرة في دفاع الوداد. كرة طويلة من يوسف ماريانا يسترجعها عبد الحق آية العريف، انطلاقة من الحسن الابرامي بسرعة يلعب مع شمس الدين الجنابي، من اكثر اللاعبين فنيات في الدوري المغربي شمس الدين الجنابي، والحكم يطلب اللعب بعد طلب مخالفة من المهدي العرافي. المهدي العرافي المهاجم في الوداد قائد الفريق محمد بن شريفة. لعب الارتكاز لحسن الابرامي ويمر امام حسين عبد الغني، لكن شفنا الانقضاض الانزلاقي الكبير اللي كان في تغطية ناجحة جدا من محمد الخليوي. يرجع بسرعة الوداد يفتك هذه الكرة. محمد فلاحي، محمد بن شريفة من جديد لحسن الابرامي، التنظيم التكتيكي لأهلي جدة إلى حد الآن ناجح بعد مرور 27 دقيقة لعب. عكس الهجوم من جانب تيسير الجاسم، يلعب بسرعة عملية ثنائية مع روجيرو بيريرا دو سانتوس. حكم عصام عبد الفتاح يطلب اللعب، تغيير كلي لوجهة الألعاب يسترجعها فريق الوداد. محمد فلاح في انطلاقة جديدة في هجمة وغارة أخرى للوداد البيضاوي، يمر عبر شمس الدين الجنابي، لكن الامتياز في افتكاك هذه الكرة كان بسرعة من جانب الزهراني. وخطير على دفاع الوداد، ليس هناك تسلل. المحافظة على الكرة من وليد الجيزاني،
يمر ويوزع، لكن اليقظة الدفاعية كان بعيد البرازيلي روجيرو على هذه الكرة الثانية، ويبقى الخطر قادم. حسين عبد الغني يرجع لي محمد مديحي يفتك هذه الكرة ويعكس الهجوم للفريق المغربي، لكن ربما سافرة متأخرة من جانب عصام عبد الفتاح، والحكم ماذا يقرر؟ المخرج ليس أمام الصورة اللازمة حتى نتمكن من متابعة الأحداث. ربما هناك اندفاع بدني من جانب اللاعبين، نتمنى أن لا تخرج المباراة عن نطاقها الرياضي البحت. أما الزبد فيذهب جفاء، وما تبقى إلا العلاقات الأخوية في هذا الدوري، دوري الأشقاء، دوري التواصل بين كل الفرق العربية. والحكم عصام عبد الفتاح سيستعمل البطاقة، سنتابع ضد من، لأنه في هذه اللحظة بالذات كان المصدر بعيد عن الموقع. حسين عبد الغني مع الأحسن أبرام ومحمد فلاح كذلك، هذا بونافي طبعا المدرب الفرنسي للفريق. على كل، في انتظار أن يستأنف اللعب، نذكر مشاهدينا الكرام وأن المباراة الافتتاحية لهذه الجولة الثانية، وهذه الإعادة للقطة. محمد مديحي يفتك الكرة من حسين عبد الغني، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحكم أكيد عصام عبد الفتاح يملك كل أسرار هذه اللقطة الأخيرة، والبطاقة الحمراء إذا تحمر هنا في ملعب محمد الخامس ضد الأهلي السعودي. حسين عبد الغني، شوفوا المدافع والقائد طبعا محمد الخليوي، خسارة كبيرة للأهلي السعودي، حقيقة أبرز مدافع على الإطلاق حسين عبد الغني، ينال البطاقة الحمراء من قبل الحكم عصام عبد الفتاح بعد التحام ثنائي مع محمد مديحي. إذن تفوق عددي منذ الدقيقة 30 في هذا الشوط الأول لصالح الوداد البيضاوي بعد إقصاء المدافع الأيسر حسين عبد الغني من جانب الحكم عصام عبد الفتاح، ليواصل الأهلي رحلة التصدي في هذا التنقل خارج الديار وبعيد عن جدة بنقص عددي منذ الدقيقة 30، يعني 60 دقيقة في الوقت، 60 دقيقة في الوقت الأصلي والطبيعي سيبقى محروم فيها فريق الأهلي من خدمات حسين عبد الغني. شفنا تعليمات المدرب أوجينيو دو سانتوس بسرعة بعد عملية الإقصاء، طلب بوصول كل من فهد الزهراني وكذلك جاسم العبد الله لإعطاء آخر التوصيات على مستوى التمركز التكتيكي الجديد، للتفاعل طبعا مع أحداث هذه المباراة بعد الإقصاء لحسين عبد الغني. يوسف ماريانا يصعد الهجوم ويمر في وسط الميدان ويحاول البحث عن من، يفشل المهدي العرافي في الالتقاط، والتشتيت طويل من منصور النجعي. تشتد المباراة بكل تأكيد، الفريق المغربي أصبح وضعه أكثر أريحية بعد خروج أبرز مدافع على الإطلاق في الفريق السعودي. طويلة من محمد مديحي والتغطية الدفاعية في الوقت المناسب من محمد مصعد. عودة حسين عبد الغني إذن مشاهدينا الكرام إلى حجرات الملابس، عودة مبكرة مما لا شك فيه. لحسن البرامي يغير، يلعب مع عبد الحق آية العريف، آية العريف يصوب بعيد جدا عن الحارس منصور النجعي. صعود لوليد الجزاني، متابعة من وسط الميدان للفريق السعودي، تيسير الجاسم، فهد الزهراني من جديد والتسلل، دفاع الخط للوداد البيضاوي بكل تأكيد بسيستم الفيديو والمتابعة التلفزيونية المتواصلة. التجسس الرياضي أكيد وأنه دفاع الوداد قراء ألف حساب للبرازيلي روجيرو بيريرا دو سانتوس، وهذا عبد الحق أي تعريف يريد المرور يرجع للوراء. ثنائية محمد الخليوي بامتياز، قوة بدنية كبيرة، ثبات في التدخلات، قراءة جيدة للميدان
هذه هي خصال المدافع المتميز محمد الخليوي. كرة عرضية بدون عنوان استرجعها فريق الأهلي وينطلق على الجهة اليسرى محمد مسعد. كرة ممتازة وعرضية لكن محاولة المراوغة لم تنجح أمام الحسن برامي وعدم رضا طبعا أوجينيو دو سانتوس. سيكون بكل تأكيد لو يفوز الأهلي أو حتى يتعادل بنقص عدد كبير في خسارة حسين عبد الغني نتيجة إيجابية. وهذه كرة ثنائية وتسويف تمر بسلام على الحارس منصور النجعي. تمر بسلام على الحارس منصور النجعي. عبد الحق آية العريف أبرز لاعب على الميدان بكل تأكيد. الرقم 14 أمامنا 21 سنة أكثر اللاعبين موهبة في جيله. بدأ مع أكابر الوداد في سن 16 سنة ونصف. هذا اليساري ويلعب بالساق اليمنى بالقدم اليمنى كذلك عبد الحق آية العريف. تصوروا مشاهدينا الكرام يعني 16 سنة ونصف يلعب أساسي في أكابر الوداد البيضاوي أعرق وأشهر الأندية المغربية. كرة تنطلق من قلب الدفاع لويس هشام ليوسف ماريانا والتماس للأهلي. تتواصل تعليمات الإطار الفني البرازيلي لأهلي جدة مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول اللي ما بقى في عمره إلا 10 دقائق إلى حد الآن. 35 دقيقة لعب والتعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والوداد. كرة من يوسف ماريانا لآية العريف. الضغط كان من فهد الزهراني وينطلق من جديد الوداد على الجهة اليمنى لدفاع الأهلي. أمامنا جاسم العبدالله في التغطية الدفاعية. لحسن برامي يلعب مع محمد مديحي وترجع من جديد لفهد الزهراني. قاعد يقوم بعمل كبير فهد الزهراني على مستوى تمشيط الملعب وافتكاك الكرة من عبد الحق آية العريف. كرة لنذير المياغري. نذكره أن الوداد البيضاوي يتصدر الدوري المغربي ب 32 نقطة بفارق 4 نقاط على صاحب المرتبة الثانية الجيش الملكي ب 28 والثالث الرجاء البيضاوي. وهذه كرة ومخالفة لكن الحكم يترك الأولوية لتيسير الجاسم. يلعب مع فهد الزهراني يراوغ لحسن برامي ويمشي ثنائية مع روجيرو البرازيلي. الكرة ثابتة لوليد الجيزاني يحاول يدخل في وسط الدفاع والحكم يقول ما فماش مخالفة. ينطلق بها لويس هشام والهجمات تشتد أكثر من جانب الفريقين. تمركز جيد كذلك على مستوى الدفاعي لجاسم العبدالله اللي ربما تعليمات المدرب أوجينيو دو سانتوس البرازيلي وأنه يرجع بكثرة على مستوى الدفاع الأيمن لفريق الأهلي في محاولة لإعطاء المساندة لمحمد الخليوي وسط دفاع الأهلي. الوداد قلنا هو الأول ب 32 نقطة 15 جولة في الدوري المغربي. المباراة الوحيدة اللي خسرها فريق الوداد كانت ضد مكناس بهدف لصفر وهي المباراة الوحيدة كما قلنا خسرها في هذا الدوري فريق الوداد البيضاوي. المخالفة لصالح الأهلي السعودي. الوقت يمر. نذكر من جديد مشاهدينا الكرام لكل من التحق بنا وأن الأهلي السعودي يلعب منقوص الخدمات من لاعب إمكانيات كبيرة جدا لحسين عبد الغني المدافع الدولي الايسر لنادي اهلي جده بعد اقصائه من طرف الحكم عصام عبد الفتاح. فهد الزهراني سينفذ هذه الكره الثابته في عمق دفاع الوداد البيضاوي. محاوله البحث عن الراسيه لوليد الجيزاني. صعود كان كذلك لجاسم العبد الله. ترجع لمحمد الخليوي يضع الكره بكل امان في التماس. مراقبة صارمة جدا يضربها محمد الخليوي على المهدي العرافي وهذه الصورة تؤكد ما كنا نحكي. لحسن برامي يلعب ثنائية ويدخل وسط الجزاء ويرجع ليه بسرعة محمد مسعد أو آخر من لمس الكرة في هذه اللحظة بالذات. آية العريف إمكانيات فنية كبيرة. شوف شوف أهلي شوف آية العريف والدفاع بامتياز
الدفاع يقول لا هذه المرة. تكتل وتضامن دفاعي كبير من النادي الأهلي. صمود حقيقة بطولي لدفاع الأهلي الذي أصبح يعاني أيما معاناة من خروج حسين عبد الغني. أبرز فرصة على الإطلاق، شوف كيفاش آية تعريف يتجاوز كل من الزهراني وجسم عبد الله ويمهد بكل قوة للمهدي العرافي، لكن محمد الخليوي بإمكانياته البدنية الرهيبة يتصدى لعملية هدف محقق من جانب الفريق المغربي. يتواصل تدوين الملاحظات من جانب الإدارة الفني الفرنسي واللي يقوده جاك بونافي. وليد الجيزاني مع هدف الزهراني غير على اليسار. روجيرو البرازيلي كان لعب الكرة الأخيرة لكن كانت بعيدة على محمد مصعد. ينطلق محمد فلاح رغم عدم وجود الأهداف، لكن بصراحة مباراة رائقة إلى حد الآن من جانب الفريقين. مساحات شاغرة موجودة في وسط الميدان. الكرة الأخيرة كانت من شمس الدين الجنابي على الجهة اليمنى، والتوزيع والمراوغة، لكن محمد مصعد يرجع في الأخير ويعطي ضربة ركنية للوداد. هشام السبياني ومحمد الخليوي مهمة المحافظة على عضلة شباك النادي الأهلي. المتابعة من محمد مصعد على مرتين، والمخالفة هذه المرة كانت ضد محمد بن شريفة قائد فريق الوداد البيضاوي. الشعار طبعا الوداد البيضاوي. واضحة المخالفة من محمد بن شريفة على روجيرو البرازيلي قائد الفريق. محمد بن شريفة اسم كبير جدا كذلك في سماء الكرة المغربية، 29 سنة، دولي من 97، أول ماتش مع الوداد، تجربة احتراف في الإمارات العربية المتحدة، أفضل هدف للوداد في موسمين متتاليين بفضل قوة التسديد المعروفة عند هذا اللاعب محمد بن شريفة. ترجع الكرة من لحسن برامي. العرضية الفضائية طويلة في عمق دفاع الأهلي، لكن الكلمة الأخيرة رجل الفضاء في دفاع الأهلي محمد الخليوي. ترجع من تيسير الجاسم. منصور النجعي كرة طويلة. دخلنا في الخمس دقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول. لا تغيير في النتيجة، 0-0 وعكس الهجوم، لكن وصول متأخر. كانت كرة ممتازة من وليد الجيزاني، أراد أن يلعب بسرعة مع روجيرو البرازيلي، والتصويب، تصويب على العارضة، قوة رهيبة جدا في التصويب، قوة من محمد مصعد. محمد مصعد يصوب يمينية قوية عابرة للقارات تمر فوق سماء الحارس نذير لم يغري، لترتطم لتصطدم طبعا بالعارضة وتقول لا كذلك للأهلي. شوف التصويب، شوف شوف العابر للقارات كيف يصطدم بسماء وقائم وعارضة الحارس نذير لم يغري. أكيد أكيد التشويق موجود في هذه المباراة. الشباك تنظر بالاهتزاز وفهد الزهراني يوزع هذه الركنية والمتابعة. كرة ترتد في دفاع الوداد وتمر بردا وسلاما في آخر لحظة. كذلك هناك جانب من مشجعي النادي الأهلي يحضروا لمساندة لمؤازرة للتضامن مع فريقهم المحبب الأهلي. الأهلي اللي يملك كذلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية وخاصة في مدينة جدة. والمخالفة هذه المرة لصالح الدفاع السعودي. حسن اليمامي يملك هذه المخالفة على الجهة اليسرى من دفاع الأهلي. مفتوحة هي هذه المباراة وصعب التكهن بالفوز رغم النقص العددي منذ الدقيقة 30 من جانب الأهلي بخروج حسين عبد الغني. فهد الزهراني قد يستغل المساحة الشاغرة، يغير تماما لوليد الجيزاني، لكن كورته الرأسية لم تصل إلى روجيرو بيريرا دو سانتوس. حكم ترك الأولوية مكان التسلل، والحسن أبرامي يلعب كورة في عمق الدفاع، والتغطية في الوقت المناسب كانت من هشام الصبياني. تقدير زمني ممتاز جدا من الصبياني. روح قتالية، روح انتصارية من فهد الزهراني.
روتيرو البرازيلي قد يستغل هذه الهجمة ويريد المرور بمفرده داخل دفاع الخط للوداد، لكن يسترجع الكرة جاسم العبد الله، والحكم عصام عبد الفتاح يعطي مخالفة، أعلن عن الصافرة لابد من احترام قرارات الحكم. جاسم العبد الله يغير على الجهة اليسرى، يمر عبر محمد مسعد، فنيات كبيرة، يراوغ محمد فلاح ويوزع، تدخل الدفاع في مرة أولى وتبقى الفهد الزهراني. فهد الزهراني يحافظ على الكرة ويريد المرور عبر الحسن برامي، لكن يسترجع الدفاع هذه الكرة. توتر عصبي شديد جدا من جانب المدرب إيجينو دوس سانتوس. الدقيقة الأخيرة في هذا الشوط الأول في الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام، والحكم عصام عبد الفتاح يقرر دقيقتين كوقت بدل ضائع في هذه المباراة. ترجع الكرة من فهد الزهراني لجاسم العبد الله، اللي يعطي الحكم المساعد الأول يعطي التسلل إبراهيم وليد لصالح دفاع الوداد. لويسي هشام ليبيرو الفريق، هو أصله متوسط ميدان دفاعي لكنه أصبح ليبيرو قلب دفاع بعد موت ورحيل المرحوم طبعا يوسف بلخوجة في الوداد البيضاوي، لذلك خير الإطار الفني الاعتماد على لويسي هشام كقلب دفاع وليس كلاعب ارتكاز متوسط ميدان دفاعي. تركيز الوداد للعب على الجهة اليسرى بعد خروج حسين عبد الغني ومحمد مديحي قد يمهد، وخطير هذا الهجوم والرشاقة، الرشاقة يوسف ماريانا يصوب بكل قوة، لكن الرشاقة والمهارة من الحارس منصور النجعي. شوف التألق، شوف، هذه هي سمة الحراس الكبار، هذه هي سمة الحراس الكبار، لما يكون الفريق محروم من عديد الخدمات يكون الحارس هو الإضافة الأولى والأخيرة للفريق. يعكس الهجوم وليد جيزاني وينطلق بسرعة البرق، يغير اليمين، لكن وصول تيسير الجاسم وسوء الترويض لهذه الكرة يمكن دفاع الوداد من الخروج بسرعة، ربما ستكون آخر فرصة في هذا الشوط الأول من جانب فريق الوداد. كرة يمر بها شمس الدين الجنابي، يلعب لمراد فلاح، ثنائية مع عبد الحق طريف أمام محمد موسع، والتصويبة الازدواجية فاشلة من المهدي العرافي، يسترجعها بكل سرعة الصبياني ويغير اللعب لوليد الجيزاني. ثنائية سعودية ممتازة في الدفاع في الدفاعات المغربية، وما فماش تسلل، والجيزاني والحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء للأهلي السعودي. وليد الجيزاني يراوغ نذير لم يغري ويعطي ضربة جزاء للأهلي السعودي. المنقوص من خدمات حسين عبد الغني يستغل هذه الهجمة المرتدة، كورة ولا أحلى من تيسير الجاسم، كورة رائعة جدا في عمق الدفاع، والفنيات تتكلم طبعا للمهاجم وليد الجيزاني اللي ينفرد بنذير المياغري ويراوغه، والحكم بكل ثبات طبعا عصام عبد الفتاح يعطي ضربة جزاء للأهلي في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وقت قاتل جدا، وقت نفساني رهيب، قد يمكن فريق الأهلي من العودة إلى حجرات الملابس بتفوق على مستوى النتيجة رغم عدم تفوقه على مستوى العدد الموجود في الملعب. إذن ضربة جزاء، البرازيلي روجيرو بيريرا دو سانتوس في وجه لوجه مع الحارس نذير المياغري، حارس دولي مغربي عنده كذلك كل الإمكانيات للتصدي، لكن أمامه لاعب قادم من السامبا البرازيلية، من السيليساو، من الكاريوكا، له من الاسم روجيرو بيريرا دو سانتوس. طبعا هذه الامور مفهومه على المستوى النفساني، نذير لمياغري يريد ان يوتر البرازيلي روجيرو بيريرا سانتوس. الاهلي في طريق مفتوح للعوده الى حجرات الملابس باسبقيه مهمه جدا، تتواصل الاهازيج والاغاني والاجواء الاحتفاليه في ملعب مركب محمد الخامس. وروجيرو اذا سيتقدم،
يتقدم روجيرو، الهدف الاول للاهلي السعودي، افتتاح النتيجة مشاهدينا الكرام في الدار البيضاء بالذات من جانب الاهلي بهدف لصفر. صاحب الانجاز في هذه اللحظة بالذات روجيرو بيريرا دوس سانتوس. 1-0 اكيد الحكم مع اسامة عبد الفتاح سيعلن عن نهاية الشوط الاول. كرة ممتازة، كرة ثابتة من البرازيلي بكل ثبات، يبعث بالحارس نادين المياغري على الجهة اليسرى ويؤمن الكرة على الجهة اليمنى ليعرف الاهلي السعودي التقدم، وهذا هو عودة الى حجرات الملابس. مشاهدينا الكرام نعود بكم مجددا الى الدار البيضاء لمتابعة بقية احداث واطوار الشوط الثاني من هذه القمة الكروية الرائقة في الشوط الاول، واللي كما نعرفوا انتهت بتقدم واسبقية للاهلي على حساب الوداد البيضاوي بهدف لصفر. هدف جاء في وقت قاتل جدا في الدقيقة 45 عن طريق البرازيلي روجيرو بيريرا دوس سانتوس بضربة جزاء غارت بها بكل امتياز الحارس نذير المياغري. سنذكر لكل من التحق بنا مؤقتا تشكيلتي الفريقين، والبداية ستكون بالاهلي اللي سنرجع على طبعا اقصاء المدافع حسين عبد الغني. اذا الاهلي يلعب اليوم بالتشكيلة التالي: حراسة المرمى لمنصور النجعي، 4 هشام الصبياني، 8 تيسير الجاسم، 9 وليد الجيزاني، 14 محمد مسعد، 16 فهد الزهراني، 24 حسين عبد الغني. وقع اقصاؤه من طرف الحكم عصام عبد الفتاح في الدقيقة 30 بعد تعمد الخشونة مع متوسط الميدان محمد مديحي. 25 روجيرو بيريرا دوس سانتوس صاحب الهدف الوحيد. 28 محمد الخليوي. 33 جاسم عبد الله. 17 حسن اليامي. المدرب البرازيلي اوجينيو دوس سانتوس. الاحتياطيون في فريق الاهلي: 3 عماد الهساوي، 7 حسين التركي، 10 صالح المحمدي، 12 ماجد الصبحي، 23 سعود الخيبري، 37 مالك الهساوي، والحارس الاحتياطي الثاني تيسير ال نتيف. تشكيلة الوداد البيضاوي ينزل بها المدرب جاك بونافي بالنحو التالي: حراسة المرمى للدولي نذير المياغري، 4 مراد فلاح، 7 لحسن برامي، 15 لويس هشام، 30 محمد بن شريفة، 21 محمد مديحي، 14 عبد الحق ايت العريف، 29 يوسف ماريانا، 18 محمد بن حليب، 32 المهدي العرافي، و8 شمس الدين الجنابي. المدرب هو جاك بونافي. الاحتياطيون في فريق الوداد البيضاوي: 6 مصطفى طلحة، 10 عبد الرحيم السعيدي، 13 خالد ومنصور، 20 عمر بحفيد، 22 اسماعيل مليح، 27 جون جاك غوسو الايفواري، و31 ابراهيم كابوري من بوركينا فاسو. هذا هو التشكيل الرسمي في ورقة التحكيم المعتمدة من طرف عصام عبد الفتاح حكم المباراة. نذكر كذلك بطاقم التحكيم وهذه الإعادة لضربة الجزاء اللي كانت شرعية 100% بعد مراوغة المتميز قلب الهجوم وليد الجيزاني بالحارس نذير المياغري، وما كان حل آخر إلا اعتراض المهاجم السعودي، وضربة الجزاء نجح في تجسيمها البرازيلي روجيرو بيريرا دوس سانتوس. طاقم التحكيم يقوده عصام عبد الفتاح، الحكم المساعد الاول ابراهيم وليد، الحكم المساعد الثاني صبحي عبد القادر، والحكم الرابع احمد عوده. يراقب هذه المباراه المنصف الفضائلي من تونس، ويراقب الحكام عبد القادر العويسي من الجزائر. في نفس هذه المجموعه الرابعه كان يوم الاثنين فاز نصر حسين داي على البنزرتي التونسي بثلاثة أهداف لصفر في مباراة متقدمة لحساب هذه المجموعة الرابعة، مما مكن الفريق الجزائري من أخذ الأسبقية على مستوى الصدارة قياسا بمباراة الليلة. الأهلي حاليا وقياسا كذلك بالنتيجة الحالية يتقاسم المرتبة الأولى رفقة حسين داي الجزائري. لحظات وتعطى ضربة البداية أمامنا فهد الزهراني، كان على الصورة من أبرز اللاعبين على مستوى افتكاك الكرة في وسط ميدان الأهلي، والانطلاقة اذا من الفريق المغربي محمد فلاح.
مجهودات كذلك هذا جندي الخفية بكل تأكيد محمد مسعد، مجهود يذكر فيشكر لهذا المتميز على الجهة اليسرى خاصة بعد خروج حسين عبد الغني. تغيير كلي لوجهة اللعب من جانب عبد الحق آية العريف، والحكم يعطي ضربة مخالفة ضد فهد الزهراني. أكيد وأنه الشوط الأول كان شوط اللاعبين، فالشوط الثاني سيصبح شوط المدربين، بما أنه كل من المدرب أوجينيو دو سانتوس البرازيلي وكذلك جاك بونافي الفرنسي عدل الأوتار قياسا بمعطيات الشوط الأول، نقص عددي من جانب الفريق السعودي وهزيمة بتفوق عددي من جانب الفريق المغربي. أكيد وأن هذه الأمور قد تتغير على مستوى الرسم التكتيكي في الشوط الثاني، والانطلاقة بضربة مخالفة تبعت تقريبا 35 متر على الحارس نذير، على الحارس منصور الناجعي، ومحمد بن شريفة معروف هذا المدافع بتصويب رهيب جدا وقوي. محمد بن شريفة يتقدم ويساوم لكن تمر بسلام على الحارس منصور النجعي. محمد بن شريفة 29 سنة دولي، كانت له تجربة احتراف كما قلنا في الإمارات العربية المتحدة، أفضل هداف للوداد في موسمين متتاليين بفضل قوة التسديد المعروفة عند هذا اللاعب. إذا الكرة تمر في وسط الميدان، محمد فلاح، عبد ال آية العريف كورته بعيدة، استدام عفوي من جديد هذه المرة، والبطاقة الصفراء تخرج ضد روجيرو. روجيرو إذا بكل روح رياضية. يعتذر طبعا في هذه اللقطة الأخيرة، لكن هذا لم يمنع الحكم عصام عبد الفتاح من توجيه الإنذار بعد تدخله القوي على الأحسن نبرامي. سباق ضد السرعة، سباق ضد السرعة يلعب حاليا فريق الوداد البيضاوي. يوسف ماريانا يوزع، فما اضطراب دفاعي من جانب الأهلي لكن يمر بدون متاعب. محمد فلاح أمام محمد مسعد، يحاول المرور ويتواصل، يتواصل مع شمس الدين الجنابي، ورجوع قوي كان من تيسير الجاسم، والكرة تماس لصالح الوداد. ترجع الكرة من الحسن برامي، يوسف ماريانا لعبد الحق آية العريف، تكتل دفاعي ناجح، ثم تضامن، ثم تآزر، ثم قروب اللاعبين البعض من البعض، هذا ما يصعب مهمة الوداد في إيجاد الثغرة داخل دفاع الأهلي كما قلنا رغم النقص العددي. تقارب الخطوط الثلاثة للأهلي بامتياز إلى حد هذه اللحظة. يوسف ماريانا يريد المرور أمام جاسم العبد الله، والروح القتالية لفهد الزهراني جندي الخفية بكل تأكيد. هذا اللاعب لو نحسبه تقريبا كم يقطع من كيلومتر في هذه المباراة سنجد أنه أرقام رهيبة لهذا اللاعب، لاعب الارتكاز فهد الزهراني في كل أرجاء الملعب يصول ويجول، جوكير الفريق بدون قيود تكتيكية. كرة وانطلاقة هجمة جديدة للوداد، محمد مديحي يمر أمام الدفاع يريد التصويب، يرجع للوراء محمد فلاحي، وخروج موفق من منصور النجعي بدون أدنى مقاومة داخل منطقة الجزاء. أكيد المدرب الفرنسي جاك بونافي إذا يبعث بكل لاعبي الاحتياط للعمليات الإحمائية في انتظار القرارات للعب الورقات الرابحة من جانب احتياطي فريق الوداد البيضاوي، لعله الأقرب إلى ذلك الثنائي الأجنبي للفريق الإيفواري جون جاك كوسو والبوركيني إبراهيم كامبوري. وليد الجيزاني يقوم بالهفوة على محمد بن شريفة، هذا كامل طاقم الاحتياطي لفريق الوداد. عبد الرحيم السعيدي، مصطفى طلحة، خالد أبانصور، عمر بحفيد، إسماعيل مليح، والثنائي الأجنبي اللي قلنا عليه، وهذا الهجوم المعاكس، انطلاق الهجمة من جانب الأهلي، يخسر هذه الكرة فهد الزهراني ويعكس الهجوم انطلاقا على الجهة اليسرى من محمد بن حليب داخل منطقة الجزاء الوداد، ومحمد الخليوي يستميت ويناضل
داخل منطقة الجزاء. عبد الحق يتعرف وساوب لا يستعرض ويتلاعب بدفاع الأهلي، لكن في الأخير يتباطأ ويمكن دفاع الفريق السعودي من الخروج بسلام. يضغط حاليا، يضغط دفاع الهجوم للوداد. كرة ممتازة من عبد الحق التعريف كانت في اتجاه محمد مديحي اللي أعطى فرصة لدفاع الأهلي للخروج من جديد من هذا المأزق. محمد ملاح، إلى أي حد يقدر يتصدى دفاع الأهلي لهذه الهجمات المتكررة من جانب الفريق المغربي؟ شمس الدين يوزع، شمس الدين ومباشرة عند الحارس منصور النجعي. شمس الدين الجنابي 24 سنة، دولي أولمبي، أكبر فنان في المغرب لما تكون الكرة معاه، قادر على الإتاحة بعديد اللاعبين في نفس الوقت. ملقب في الأوسط المغربي، في الأوسط المغربية بشنيشع، وهي كنية هذا اللاعب. نرجع للوصف، يوسف ماريانا، يصاوب ماريانا، تصويبة يسارية قوية من يوسف ماريانا بعيد على الحارس منصور النجعي. تعود الكرة في وسط الميدان للفريق السعودي، وانطلاقة هجمة على الجهة اليمنى لدفاع الوداد. طلب الكرة من وليد الجيزاني، يكسب به ضربة تماس بعد تدخل ناجح من محمد بن شريفة. يلعب محمد مصعد بسرعة مع وليد الجيزاني، يمر بنجاح ويدخل منطقة الجزاء. أين المصوب؟ وفهد الزهراني يصوب بكل قوة لكن بعيدة. هجمة مرتدة ثابتة من جانب الأهلي، واختمها طبعا فهد الزهراني بتصويبة لكن تفتقد للدقة. يعكس الهجوم يوسف ماريانا، يتواصل مع عبد الحق آية العريف، أبرز لاعب من جانب الفريق المغربي. محمد مديحي يرجع لماريانا، يغير تماما على الجهة اليمنى من الشمال، من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى اليمين. ثنائية محمد ملاح يوزع في القائم الثاني، وتصوروا من هناك، هناك فهد الزهران مدافع ايمن متوسط ميدان دفاعي، ليبيرو قلب دفاع متقدم، يعني كل الامور يجيدها بكل تاكيد فهد الزهراني في هذه المباراه. ترويض صدري ناجح من وليد الجيزاني، يلعب مع باريرا، لكن البرازيلي لم يكن جاهز لمثل هذه الكره، يسترجعها لحسن برامي. نفس الرسم كالعاده، المرور عبر الاجنحه، والمايسترو والدينامو والمقياس الحراري بالنسبه للفريق المغربي له من الاسم عبد الحق ايت العريف. يوسف ماريانا يصوب في المدرجات. مثل هذه الكرات بكل تاكيد يعتذر يوسف ماريانا لجماهير الوداد، تمكن الفريق السعودي من تنفس السعداء والثبات لباقي المشوار. اكثر الفرق المغربيه تتويج، 36 لقب للوداد، 15 بطوله مغربيه اخرها سنه 1993، وتسعة كؤوس اخرها 2001. وانطلاق الهجمه، يوسف ماريانا من جديد يريد المسانده، يلعب مع محمد مديحي، هدف التعادل. محمد مديحي يضرب بقوة بعد تمهيد من لحسن ابرامي ويعدل النتيجة للوداد البيضاوي. 1-1 بين الفريقين. قلنا مشاهدينا الكرام، الى اي حد سيصمد دفاع الاهلي بعد النقص العددي لحسين عبد الغني؟ كرة ماريانا كانت ممتازة في عمق دفاع الاهلي، ياخذ كل وقته طبعا محمد مديحي، ويصوب ويغالط الحارس منصور النجعي، لتعرف المباراة انطلاقة جديدة. اكيد سنعيش مشوار مشوق جدا في هذه الامسية الكروية الرائقة بين المغرب والسعودية من خلال الوداد والاهلي. 1-1 مشاهدينا الكرام، مطلع الدقيقة 53.
محمد مديحي هو المسجل للفريق المغربي. رغم محاولة التصدي من الحارس منصور النجعي إلا أن كرة محمد مديحي كانت قوية وأرضية أسرع من ارتماءه الحارس منصور النجعي. تصعب المهمة بكل تأكيد. يعود الأهلي إلى النقطة الصفر من جديد، لكن كما نقولوا بنقص عددي واضح ورهيب، لأنه اللاعب اللي خرج ليس أي لاعب، رجل كألف بكل تأكيد حسين عبد الغني. أجواء جماهيرية كبرى في ملعب محمد الخامس. نكهة دوري أبطال العرب بكل تأكيد في هذه النسخة الثانية، وأنها دائما تتحفنا بدربيات، بكلاسيكو كبير، بمباريات من القمة تجعل المشاهد الكريم يتمتع ويستمتع ويقتنع بأن دوري أبطال العرب هو دوري كل العرب بكل نجومه وبكل تفاعلاته وشجونه. هذه هي النكهة الأصلية لدوري أبطال العرب من خلال قنواتنا الرياضية في النقل الحصري لأمجد التظاهرات العربية. كرة الوليد الجيزاني يرجع لي محمد ملاح، والكرة للحارس نذير المياغري. المنصة الشرفية لمركب محمد الخامس. الدار البيضاء طبعا ثاني المدن المغربية بعد العاصمة الرباط. ينقض على هذه الكرة شمس الدين الجنبي، لكن استماتة كانت من عبد الله الجاسم. الإطار الفني الفرنسي من خلال بينيزو وكذلك بونافي يواصل إصداء النصيحة والتوجيهات. وكرة تفتن ممتاز من هشام الصبياني، ترجع ليوسف ماريانا. ماريانا يلعب على الجهة اليسرى لمحمد مديحي صاحب الهدف الوحيد، يغير المكان ويلعب مع شمس الدين لعبد الحق آية العريف داخل منطقة الجزاء لفريق الأهلي. ينتظر تمركز اللاعب وتصويب، تمر مرور الكرام فوق المدرجات. التصويب الأخير من محمد بن حليب. شفنا كيفاش يعني ممكن أنه لاعب يصعب الأمور على فريقه بصفة رهيبة جدا. كان بالإمكان أفضل مما كان للمدافع حسين عبد الغني اللي لم يقدر على التحكم في أعصابه بكل تأكيد، وترك فريقه يعاني الأمرين في هذا الشوط الثاني اللي لازال أمامنا في متابعة لهذا الزمن الثاني من المباراة. أكثر من 39 دقيقة، أكثر من 38 دقيقة. يرجع الهجوم، روتشيرو على الجهة اليمنى، وليد الجيزاني في طلب الكرة، حواره مع هشام اللويسي يوزع، لكن أين المهاجم الثاني؟ منشغل روتشيرو بكل تأكيد البرازيلي بالالتزامات الدفاعية على مستوى وسط الميدان كجدار أول للتصدي إلى الهجمات المغربية المنطلقة من دفاع المغرب. التغييرات قادمة من جانب الوداد كذلك. يسعد آية العريف ويدخل منطقة الجزاء شمس الدين الجنبي، أو في هذه اللقطة الأخيرة صاحب الهدف محمد مديحي. ينتظر إذن التغييرات من جانب فريق الوداد. محمد مديحي بالقميص 21. خمسة وعشرين سنة لمحمد مديحي القادم من رجاء بني ملال، لاعب دولي أولمبي في المنتخب المغربي، صاحب الهدف، هدف التعادل بالنسبة للوداد. كرة الوليد الجيزاني، متابعة من هشام الويسي، يرجع يوسف ماريانا في المساندة الدفاعية ويعكس الهجوم الوداد. انطلاقة الهجمة محمد مديحي، يوسف ماريانا القوة الضاربة على الجهة اليسرى لهجوم الوداد. عبد الحق آية العريف إمكانيات فنية ممتازة. شوف كل المراوغات لعبد الحق آية العريف والحارس منصور النجعي. تركيز كلي من منصور النجعي اللي يفشل في هذه اللقطة. عبد الحق آية العريف استعراض فني من الدرجة الرفيعة، لكن تألق صارخ وواضح لمنصور النجعي صمام الأمان في دفاع الأهلي. عبد الحق آية العريف 21 سنة، أكثر اللاعبين موهبة. خروج منتظر لشمس الدين الجنابي من جانب الوداد البيضاوي في هذه اللحظة بالذات.
والدخول لعبد الرحيم السعيدي. هذا لاعب في العادة يلعب أساسي في فريق الوداد، لكن هذه المرة خير المدرب جاك بونافي إبقائي على دكة الاحتياط. تنطلق الهجمة بضربة ركنية، محمد فلاح في التوزيع، ليست هناك مراقبة لصيقة داخل منطقة الجزاء في هذه التوزيعة الأخيرة من محمد مديحي، وأول تسويبة رأسية كانت من هذا المعوض الجديد عبد الرحيم السعيدي. عبد الرحيم السعيدي بالقميص رقم 10، 21 سنة، خريج أكاديمية الوداد، اكتشفه المدرب ميشيل دوكاستيل المدرب الحالي للنادي الرياضي الصفاقسي لما كان يدرب في الوداد، قال وأنه هذا اللاعب أكيد سيكون له قيمة كبيرة في عالم الاحتراف، وألحقه بالتركيبة لفريق الوداد. يرجع بكل قوة هشام الصبياني، يضع الكرة في ركنية، يتذمر بكل تأكيد ويتألم دفاع الأهلي حسرة على النقص العددي، لأنه يمر بأحرج الفترات حاليا، ضغط جماهيري رهيب، معاناة كبيرة لدفاع الأهلي. وليد الجيزاني في شبه عزلة، لحسن أبرامي ينطلق وليست هناك تسلل، لكن الحكم المساعد الأول يرفع الراية، صافرة متأخرة من عصام عبد الفتاح، وجانب من الحضور في ملعب محمد الخامس. الوداد البيضاوي اللي مخسر إلا مباراة واحدة في الدوري المغربي ضد المكناسي بهدف لصفر. البرازيلي يغير الحذاء، ربما يكون طالع خير عليه صاحب الهدف الوحيد من جانب الاهلي بضربه جزاء. محمد فلاح يعكس الهجوم وينطلق محمد مديحي، يلعب مع شمس الدين الجنابي، يمر لعبد الرحيم السعيدي، سيطره ميدانيه واضحه للوداد في هذا الشوط الثاني، يقابلها صمود دفاعي متناهي طبعا من جانب الاهلي. محمد فلاح يتواصل مع الحسن برامي وشمس الدين الجنابي، يراوغ يدخل منطقة الجزاء، يرجع لي محمد مصعد للبرازيلي روجيرو، مصعد من جديد، كرة ثابتة تمر لتيسير الجاسم، محاولة البحث عن وليد الجيزاني، يقظة من دفاع الوداد محمد فلاح للحسن برامي، محمد مديحي يثبت اللاعبين، المهدي العرافي، وبكل أريحية كرة في التماس من حسن اليمامي. نسمع حتى من خلال التلفزيون وأنه يحلف والله لا، طبعا المدافع حسن اليمامي اللي اصبح يشغل الجهه اليسرى بعد خروج حسين عبد الغني، وكره في الدفاع، ويا سلام منصور النجعي وجه لوجه في هذه الكره الاخيره مع المهدي العرافي، وآية العريف يقوم بالاستعراض الفردي، ومديحي مديحي يصوب، والروح القتاليه الدفاعيه حقيقه، دفاع الاهلي في وضع يحسد عليه بكل تأكيد. ما هذا الصمود، ما هذا الصمود وهذه التضحية من جانب كل أفراد الدفاع، شوفوا الارتمائية، شوفوا الروح الانتصارية اللي كانت في آخر لقطة من محمد مصعد، كذلك محمد الخليوي، الكل في الخدمة طبعا على الصورة أمامنا. محمد مصعد وحيرة المدرب أوجينيو دوس سانتوس، الجماهير المغربية ربما أصبحت تؤمن بأكثر من أي وقت مضى بإمكانية الرجوع في المباراة وافتكاك الانتصار، بعد ما كان فريق الوداد متأخر بهدف للبرازيلي روجيرو بيريرا دوس سانتوس. يوسف ماريانا اللاعب اللي لعب في البطولة الهولندية ضمن فريق ويلام سينتيبورغ، 4 سنوات قضاها في هولندا،
احسن افضل خلف لاحسن سلف طبعا بدر القدوري. عبد الحق العريف لاعب يلعب بالقدم اليسرى بنفس السهوله كما القدم اليمنى. فنيات اكثر من رائعه لهذا اللاعب اكيد، وانه كل فريق يتمنى خدمات عبد الحق العريف. محمد فلاح يرجع للوراء يتواصل مع الاحسن برامي، يريد التصويب لبرامي لكن كورته كانت بعيده. لحسين ابرامي 35 سنه قيدوم الفريق كما قلنا، لعب مع جيل العمالقه للفريق البيضاوي مع الداودي رشيد الداودي مع فخر الدين مع السنغالي موسى نداو في سنوات التسعين وعز الوداد، واحرز كل التتويجات لحسن ابرامي مع الوداد محليا قاريا وعربيا. كره فضائيه لصالح يوسف ماريانا في وسط الميدان يسترجعها فهد الزهراني. في بعض الاحيان وهذا الصعود لجسم العبد الله كره وتسلل، تسلل ضد وليد الجيزاني المهاجم الذي تسبب في ضربه جزاء لصالح الاهلي بعد مراوغه ممتازه بالحارس نذير لم يغري. كره طويله تغطيه دفاعيه في الوقت المناسب والمخالفه بكل تاكيد لصالح محمد الخليوي. المهدي العرافي شد عصبي واضح على دفاع الاهلي وهذا مشروع بكل صراحه بدون انحياز. نقول هذا لماذا؟ لانه دفاع الاهلي صامد منذ الدقيقه 30 في الشوط الاول بمجهودات اضافيه اخرى في محاوله لسد الثغره التي تركها المدافع حسين عبد الغني. يبقى محمد الخليوي طريح المعشب في انتظار ان يستأنف اللعب من جانب الفريقين. نذكر ببعض الارقام من جانب الوداد البيضاوي اللي قلنا، وانه الوداد البيضاوي لم يبدا مشوار المشاركات الافريقيه الا سنه 1987. اول لقب افريقي للوداد جاء 1992 بفوزه بكاس افريقيا للانديه البطله ضد الهلال السوداني. 10 سنوات بعد هذا التتويج يفوز الوداد بكاس الكؤوس الافريقيه سنه 2002 ضد اشانتي كوتوكو الغاني. الوداد لن ننسى مشاهدينا الكرام كذلك وانه فاز سنه 94 بالافرو اسيويه ضد باسي طهران الايراني 0-0 في طهران و 2-0 في كازابلانكا، والكاس العربيه 89 والسوبر العربي 1990. كوره لحسن ابرامي يريد ان يستغل كيف ما يشاء الوداد البيضاوي التفوق العددي اللي يعاني منه الى حد الان فريق الاهلي. محمد بن شريفه يريد التصويب، متابعه دفاعيه مباشره للحارس منصور النجعي. عشرة بطولات كاملة لجلالة الملك بالنسبة للأهلي السعودي، أربعة كؤوس لكأس ولي العهد. ولحسن أبرامي يغير ليوسف ماريانا، يريد المرور محمد مديحي يدخل في دفاع الأهلي لكن يرجع لي التفوق العددي للتمركز الدفاعي من جانب الأخضر. شمس الدين الجنابي يراوغ ولمسة يد، لمسة يد يقررها الحكم والبطاقة الصفراء ضد تيسير الجاسم. الوداد بكل تأكيد يمتلك لاعبين يحققوا الفنيات، الصورة تؤكد ذلك. شمس الدين الجنابي يتسبب في متاعب لتيسير الجاسم والورقة الصفراء. كرة خطيرة، حذاري من اللاعب اللي يحمل الشارة شارة القيادة بالقميص رقم 30 محمد بن شريفة، أقوى لاعب مغربي في التسديد من بعد، أكيد سيكون رجل المهمات الصعبة في هذه الكرات. محمد بن شريفة هاو أمامنا على الصورة. حذاري منصور النجعي ودفاع الأهلي، لاعب رهيب جدا في التصويب محمد بن شريفة، والكلمة الأخيرة لمنصور النجعي بامتياز حارس الأهلي بكل تأكيد. مشاهدينا الكرام
رجل المباراة من جانب الأهلي إلى جانب فهد الزهراني وكل أعضاء الدفاع خاصة من محمد الخليوي. كرة قوية تحمل الدقة كذلك، لكن تألق صارخ وواضح لمنصور النجعي. محمد فلاح الظهير الطائر على الجهة اليمنى لهجوم الوداد، أراد أن يلعب مع يوسف ماريانا لكن الزهراني يتقدم. فهد الزهراني إمكانية للأهلي حاليا طالت منذ زمن بعيد، لكن يسترجع ويفتكر الكرة يوسف ماريانا لينطلق الوداد في هجمة جديدة. محمد مديحي، مديحي يلعب على الجهة اليسرى، الرجوع لجسم عبد الله كظهير أيمن بامتياز يفكر الكرة أمام المعوض طبعا عبد الرحيم السعيدي. نذكر بالتوقيت الدقيقة 70 في هذه المباراة، 1-1 بين الفريقين. روجيرو بيريرا دو سانتوس للأهلي ومحمد مديحي للوداد البيضاوي. يكسب التماس تيسير الجاسم أمام يوسف ماريانا. الحكم عصام عبد الفتاح ماسك زمام الأمور بلياقة بدنية ممتازة، ولو أن هذه الأمور تبقى للكابتن والخبير جمال غندور، لكن قريب جدا من موقع العمليات الحكم عصام عبد الفتاح. كرة ترجع من جديد، شمس الدين الجنبي يلعب على اليمين ويتواصل مع المهدي العرافي، ينطلق الوداد في هجمة جديدة لكن اليقظة من جانب جاسم العبد الله. محمد بن شريفة هجمة للأهلي ينطلق بها وليد الجيزاني، يخسر الكرة بسرعة وليد الجيزاني. رغبة أكبر من جانب فريق الوداد في الوصول إلى شباك الأهلي. لحسن أبرامي، تيسير الجاسم، روجيرو، كرة ممتازة ويدخل منطقة الجزاء، لكن وليد الجيزاني ما كل مرة تنجح الجرة بكل تأكيد. هذه المرة عصام عبد الفتاح كان قريب وقال لي ليست هناك هفوة على المهاجم السعودي. طبعا جاك بونافي و